تدريس كتب اللي تدخلت فيها. بإجماع الصوت الواحد اتخذ أولياء أمور الطلاب في مدارس الإيمان قرارهم بتدريس أبنائهم المنهاج الفلسطيني، وهكذا قامت لجنة أولياء الأمور اليوم بانتهاء الدوام الدراسي بتوزيع المنهاج الفلسطيني على الطلاب بمراحلهم الثلاثة. الأهل اجتمعوا، صار يعني تداعي من كل الأهل في اجتماع كان هون في المدرسة، المئات حضروا، كلهم صوتوا بالإجماع. قلنا مين بده يتدرس الكتب الفلسطينية كما هي؟ الكل رفع إيده. قلنا مين بده الكتب اللي تدخلت فيها وحرفتها معارف الاحتلال؟ ولا حدا رفع إيده. وإحنا الأهالي اتخذنا قرار إنه لازم أولادنا يدرسوا الكتب الغير محرفة الغير مشوهة. التحريف المفروض في الكتب لم يقتصر على إزالة الشعار الفلسطيني، بل وفق ما يراه الأهالي وصل حد غسيل الدماغ وفرض التعايش من خلال ذكر أنصاف الحقائق فقط. إنسان أصلي لاجئ من مدينة اللد، الاحتلال هجر أهلي، التطهير العرقي اللي قام فيه الاحتلال أحد الضباط الرئيسيين اللي قاموا فيه إسحاق رابين، بالكتاب بقول إنه أنارت الدنيا بناس زي إسحاق رابين. طب أنا بدي أتحدى إذا في بالكتب اللي بدرسوها لأبنائهم في ذكر لإنسان عربي إنه أنارت الدنيا فيه، بدهم يجعلونا عبيد إلهم، بدهم يجعلونا ناس تحت بسطارهم نشعر بالمحبة والسلام تحت بسطار الاحتلال. هذا التحريف طال ذكر الفلسطيني حتى في مادة الرياضيات للصف الخامس. النسخة اللي محرفة العمالهم بدهم يبعتوها للمدارس ويجبرونا نتعلمها، هو بيحكوا عن واحد من نابلس وواحد من تل أبيب، والتنين بدهم يخدموا واحد إسرائيل وواحد منتجات فلسطين. فبالتالي هذا المنهج كله يعني محرف بخوف، وبالتالي أنا ولا الصف خامس مش مستعد يفهم هيك معادلة. وبالإضافة إلى هيك الخطورة كمان، لا في أسرى ولا في قضية نكبة ولا هجرة، حتى آيات القرآن عمالها تحذف. نقدرش يصير قولنا يا يهودية زيهم، نضلنا فلسطينية. يدرس في مدارس الإيمان بمراحلها الثلاثة أكثر من 1500 طالب، وفي حال إصرار قسم التربية والتعليم في بلدية الاحتلال على تدريسهم المنهاج المحرف، فإن أولياء أمور هؤلاء الطلاب سيمتنعون من إرسال أبنائهم للمدارس.